شطول لأحم لا دستور لا حتى حاجة، وماشية طول للمكتب ومقعمزة على الكرسي. شنو يقولوا له هذا يقولوا له على مكتبك وعلى كرسيك ينزل الإلهام، تنزل الجمل مسترسلة حلوة ومرتبة ومنمقة وجميلة. جميلة ورأس راسك اللي دماغه فاضي كان يقعمز على كرسي، والله عليه مكتب، والله إن شاء الله يديروا له حتى درجيحة، والله يشد حتى بيرو. شو قلتي؟ لا، شو قلتي في الأول؟ بيرو؟ بيرو إيه؟ يا حوا ما قداش لي ما سمعتهاش كلمة بيرو. ميري ما قدمني، هماكم أنتم اللي تركتوه يا ماما، أنتم اللي تركتوه وشديتوا الكمبيوتر وما تابعه، لكن البيرو هو اللي خليتوه على برا هيك. البيرو اللي كانت غير شتة في الليل يكفي هو والبيننا، كل شيء قدام العين وما يدرك شيء، اللي خطه حلو يبان، اللي خطه خربيش دجاج يبان، لكن انتو حصلتوا الكمبيوتر وقعد يغطيكم في عيوبكم، ويا خوفي على هالجيل هذا من الاملة ومن الكمبيوتر ومن غيره ومن غيره. المهم شن تكتبي تو؟ مش قلتي لي ردي على جماعة الحزب؟ اهو قاعده نكتب لهم في الرد. تفكرتي من قال نبي قال لي بيهم باهي كويس. اسمعي ردي بك تكتبي لهم الكلام اللي قلت لك عليه، اكتبي لهم كلام كويس، انت ما تحشمينيش معاهم. باهي ما انا نقول لك حاجه. ايه هاوني كيف كملت نقرا لك شنو كتبته. اقري ترى. الساده اعضاء الحزب، لقد سررت ايما سرور بحضور اجتماعكم التاسيسي الاول. لقد كانت فرصة عظيمة تعرفت خلالها على العديد من الأعضاء وعلى وجهات نظرهم في الكلمات التي ألقوها. كانت كلمات عميقة بليغة وهادفة. أشعر بالأسف لعدم قدرتي على الانتساب لأسباب صحية. أخيراً أتمنى لكم التوفيق وأن يكون حزبكم في الطليعة دائما. التوقيع حواء. حواء ما في الحك يا ميمتي، في الكذب ما في الحك. شنو؟ ما في الحك في الكذب. هني يعني نعرف نكذب؟ لا حشا فرقت حالي يا حواء، لكن على خاطرك تو نوريك. منا شو بتوري؟ السادة أعضاء الحزب، لقد ندمت أيما ندم على الزمن الذي أضعته في اجتماع حزبكم المبشر الذي ولد بواقع مصالح شخصية بحتة. لقد كان هذا واضحا من خلال كلمات الأعضاء المؤسسين. إن غاية حزبكم وهدفه الوصول للسلطة ومن ثم السيطرة على المال. أجزم يقينا أن كل عضو منكم قد رسم في خياله المستقبل
الذي يحلم به، قصراً، يختاً، طائرة، سيارات متعددة الأحجام والأغراض، وما هذا إلا سراب لن يتحقق مع وجود الوطنيين المخلصين الذين دفعوا أرواحهم وأطرافهم لهذا الوطن الغالي. حواء، يعطيك قطع القوة يا كبدي، شو بتودريني؟ هاتي الورقة جاي، هاتي جاي الورقة. تبيها الورقة؟ اي نبيها. ايه شو اللي تعملي تكتبي فيه هذا؟ شو اللي تقولي فيه؟ يا حواء، اللي يبي حاجة نضلها يمشي لها، نضلها يمشي لها. عشان تحسبيني مزحفة؟ هاتي الورقة، هاتي الورقة، هاتي الورقة من غير بشارة، غير هاتي رجليا يجعوا فيا. تعالي خديها ولادة، هاتي الورقة، تعالي خديها. تعرفي كان النود مفشخك. يا لطيف، تعالي خديها. شنو يعني هذي عليا؟ حشاك. ها؟ حشاك. هاتي الورقة. ها هي؟ هاتي الورقة. هي؟ هاتي الورقة. اني من الاخير يا خالي راهو بنبطل، ندور لي علي خدمه ثانيه. وعلاش الشباب اللي يخدموا في خدمه في شركات ثانيه تعرف معاشهم قداش ولا زي معاشي مرتين؟ بعدين انت على عيونك تشبع فيه كل شيء قدامك. انا نخدم في خدمتين، المكتب وزيد الحوش. في هذه عندك فيها الحق، وانا شو تحسبني راضي على معاشي، لكن الله غالب ما لقيتش البديل. لكن ما تخافش، باذن الله تعالى نكلمها ولازم تزيدك في معاشك. المشكلة يا خالي عندها، يا ريت حتى ما عندهاش. من ناحية عندها، عندها يا كبدي، لكن تعرف خالدك قحايطية. لكن في حل. شنو هو؟ لما تجي الفكرة تو نقول لك عليها. باي تمام يا خالي. هاي ماشي، أنا مروح. خيرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تخافش، ارقد وتهنى. خالك يهنيك. أعلنت في العام الماضي على سياسة التثبيت النقدي، وحقق ميزان المدفوعات عجزا بسبب تراجع قيمة التدفقات المالية، حيث كشف مسؤولان تنفيذيان في قطاع النفط أن وزارة النفط وقعت عقدا مدته عامان مع شركتي أنتون وويبتروفاك من أجل تشغيل حقل مجنون النفطي، وذلك نيابة. بنسألك سؤال، احنا ليبيات؟ لا كرواتيات. يا راجل مش وقت بصارة توا، أنا أكلم فيك جديات. سؤالك حتى هو مش بتاع جديات راه. والنبي سؤالي وراه جوابك أنت وراه كلام. ليبيات حسب دائرة النفوس الوطنية، ليبيات حسب دائرة النفوس الوطنية. نعم. يعني احنا والرجالة سوا سوا، صح ولا لا؟ أظني. شنو هو؟ أكيد. خليك واضح حكي. مدام أكيد وإحنا وياهم سوا سوا، باهي أنا على هالسنين هذه اللي فاتت على قد ما مشيت لندوات واجتماعات وحضرت حفلات متاع أحزاب، باهي ركبت في دماغي حاجة، قلت يا حواء يا بنت آدم علاش حتى انتي ما تديريش حزب زي اللي مدايري؟ يعني بتدير حزب؟ شنو يضحك فيه؟ بندير حزب امال شنو؟ علاش ما نديرش حزب؟ شنو دايرين خير مني؟ والله شنو 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 شنو؟ ما تعفلقنيش لطفي يا الحزب هو اصلا شن يبي؟ كلها 200 صوت وحفلة في فندق ويلموا ناس ومكي بحداهم ويولي حزب. السلام عليكم، شن صار في الدنيا؟ ريت على الحاجة الكبيرة. صباح الخير يا راجل. قاعد مزوفت غير دقيقة.
أنا تو نكلم فيك في موضوع مهم ويخص البلاد، تقول لي تصبح على خير. غدوة غدوة نكمل النقاش، تو النوم غم عليا. لا غم عليك ولا غم عليا يا راجل، لهفت أنا ليا يومين حتى النوم ما نرقد فيه ونفكر. خليك معايا يا راجل وحدة وحدة. قلنا تصبح على خير. تصبح على خير وفبله، وهلزة في دماغك الموضوع اللي قلت لك عليه، لأني نين حزب راهم بنديرة بنديرة، تبوا ولا ما تبوش بندير الحزب. باهيو سفير، تعال هنا، تعال يلا. ايوه. وان وان تو وان وان تو وان وان تو. يلا تمارين البطل كل يوم كل يوم اكيد. يلا وشهيق سفير، شهيق سفير. يلا لا هي ودي حاضر. يلا خفرة خبوان تو وان وان تو تو وان وان تو. ياسر يا ودي ياسر. يا خيرك يا صبري، هيا خليك. يلا يلا وشهيق سفير. يلا وان تو صبري. نعم. يلا عاد. يلا حاضر حاضر. يلا شهيق. حطي الشاي هنا، حطي هنا، حطي هنا، صبي هاي عم تلقي الحليب. خشيتي يا حواء على البزنس تقدومه وقلنا فاقيرة، لكن تخش على السياسة راهو ما يجيش. راهو ما يجيش يعني. نبي نعرف، ما تقوليش ما يجيش هكي، علاش ما يجيش؟ قلتي لي علاش ما يجيش؟ السياسة علم يا حواء، اللي بيخش لها لازم يكون قاريها في الجامعة 4 سنين ومتمرس في وظيفة سياسية أقل مدة 5 سنين. بالله تو انت مقتنع بالكلام اللي تقول فيه هذا؟ مقتنع بالكلام اللي تقول لي فيه؟ من هو؟ من هم الاحزاب اللي متخرجين والله دارسين سياسه والله خاشوا والله طلعوا؟ من هم؟ تخير خلق يا راجل، خلق تسكر فيها في وجهي؟ علاش؟ والله يا اخيتي اللي ساعدك ديري. بنديرة اللي ساعدني انا بنديرة، لكن انا نبي ناخذ منك الراي تاخذ تقضي معي في الدوا، ما يجيش هكي. انت شن مضايق يا راجل؟ خليني نجرب. تبالك يا لطفي نولي لك زي اندرا غاندي. والله التانية هاني ليش نسمعها؟ شن نسمعها يا ربي التانية اللي معاها هيك في ايدك بلا زير بوتو. بوتو هي هادي بوتو، هادي بوتو اللي ناوي عليها انا، لكن مش عاد لما قلت لها لا لا لا. خليني نجرب، خلينا نجربه. انتوا خيركم هازين على المرأة الليبية يا رجال. انتم تراه المرأة الليبية لما تحطها حاجة في راسها وتبي تديرها تديرها وتديرها صح وتمشيها زي السيف، فهمتوا لا؟ وانا بالاخير الحزب بنديرة بنديرة ارضيت والله جعلكم ارضيتوا. هاي رايك بالمفاجأة هذه. وبعدين حاجة ثانية، ماشى مع الديكور بتاع اللي درتوه غادي في جناح النوم في الفيلا. لا أزيدك معلومة، نفس الجو نفس الفيوكي من غرفة النوم غادي تشوفي حوض السباحة. الحق ايه تحبل، هذه أحلى واحدة ايه؟ لكن بالك غالية شوية. هاي هيا ملا مدام عجبتك الغرفة خلي تتموا فيها ونمشوا نشوف الصالونات والحاجات الثانية اللي تبيها. هيا عاد هيا فرد. روعة بصراحة روعة.
جد جميله جدا تستاهليها انت والله. ربي يحفظك يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ربي يدعي لي من وسط قلبك بالله يا ولدي. كان ما ندعيش لك انت لمن بندعي بالله حتى انت. حاجه هذه كويسه وغرفه النوم كويسه ولا؟ والله تعبتك اليوم ها؟ شعبي شو رايك؟ شنو يا هادي متاع بيبيان؟ وشو فيها؟ انا اصلا راهو داير حسابي داير جناح خاص بالاطفال. ناخذوها كان هذا كان عجباتك ناخذوها. شو خلى ربي ما عطانا كان حصل لبنيه قنينه وحلوه زي امها. ها شو رايك؟ حلوه. ناخذوها معنا. صبري. انا عارف لي ما زال وقت لكن عادي مش مشكله ناخذوها. كيف حالك اليوم يا لطوفة؟ أهلا. بكري اليوم قلقت من الحوش. جيبوا لك شيشار. لا 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 بعد الغداء درت كرسي تكيفت بين أنا عرفتها كيف. ها؟ تشيش في الحوش؟ ما أنا وين بنشيش؟ هنا جاي من فيك أنت ومخلينك. وعلاش؟ الحوش حوشي وأنا السيد فيه حرني. أكيد أنت عاد معقدينك عاد. لا أنا مع أختي واخذ حريتي. لكن لما أكون في حوشي المدام ضيق علي ندخن في الفراندة واحيانا في خيار الصقع وما نخشش حوش الا بعد نص ساعه. علاش هذا؟ قالت لي ما هو استنى تطلع من احواجك ما نبغاش تخش الحوش. لا 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 عاد هيك يا هلبه ندبر عليك دبره يا ابو صحه. شو ندير؟ قلت لي شو ندير؟ دور عليهم وقول معهد الظلم انتهي وكل واحد حر يدير ما يبي. هذا برا الحوش. ايه اول ما تخش الحوش حريتك هذه علقها في مسمير. علي اليمين ما توصلني لهذا اللي من وصلها لحوش بها. امال هذا ليش مربيهم انا؟ قيمتك يا صاحبي مع صغارك لما يكونوا صغارك صغيرين تكون في احسن حال، لكن لما يكبروا تبدا فيك رحله التهميش والاهمال. زيد وضح لي ما فهمتهاش. المراه في بلادنا طبعا مش كل النسوين، بعض منهم تتغير 180 درجة على زوجها. لما صغارها يكبروا ويبدأ عندهم دخل تبدأ عد هي عابية عليه، وهذا طبعا ينطبق على المرأة المتعلمة والجاهلة. وعلاش؟ ما نعرفش تكونش غريزة فيهم الله أعلم. شوفي بالله عليك تخيلي روحك الصبح تشرب قهوتك قدامك البحر وما هنا حوض السباحة. الله. ها؟ حلو. وهذا الجنان هذا كله نديره ورود ومسطحات خضراء، شو رايك؟ روعة. احتمال احتمال ندير لك عنبة غادي وياسمينة. وتحت الياسمينة في الليل. باش تولي باش تولي وردة في وسط الورود والياسمين. صبري. هاي 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 هاي. صبري مفاجآت. لا وزال يا وليدة وزال، هذا كله بنهدى بنوسع المنطقة هذه بنديلك فيها حوض سباحة كبير جدا ببحبح يعني حوالي 12.7. ها ما قلت ليش رأيك؟ ما شاء الله عليك ربي يعطيك الصحة. اسمع مالا تو نبي نمشي لازم كان غدا في المطعم وفيها غدا زيادة. فيها غدا المهم تكوني مبسوطة وسعيدة. هاي تفضلي. ربي يحفظك. خيرك لاباس. شوفيه عييت رجليا مدروش. ايه انسيه الدروج تودي لك اسانسير. يا لله يا باشا. ايوه اسبقيني على السيارة اسبقيني على السيارة. باهي تعال يا سيدي تعال. ما فيش حاجه بالبلاش. قلنا له شويه نشوف المبنى ونطلع. تفضل يا سيدي تفضل عندهم لوحدك. ماشي. عجبك الحوشة؟ ايه ما شاء الله عليه. لكن ما قلتليش يا صبري هو امتى بيجهز؟ هو يعني شو نقولك توا تقريبا 3-4-5-6 شهور كي يكون هيك بعدين ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله. انت شفت بروحك انا وراهم والله خطوه بخطوه. ان شاء الله ربي يهنينا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. توا نبي نخشك في المطبخ
تبيه كلاسيكي وإلا مودرن؟ كلاسيكي ولا مودرن؟ إيه كلاسيكي وإلا مودرن، أنت تختاري. شو معناها؟ أول أشرح لك. بالنسبة للكلاسيكي الدواليب يكونوا معلقات على الحيط. وكذلك الثلاجة والغاز واللافندينو. أما بالنسبة للمودرن ها اللي هو آخر طبة يعني. يكون الغاز واللافندينو في وسط الحوش. وأنت تقعدي تلودي 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 على هذاك المطبخ يعني. تمام؟ إي وسط المطبخ. اللي استغربت بصراحة قلت كيف في وسط الحوش. والدواليب إيه؟ ينفتحوا ويتسكروا بالتتش. حلو. إيه. حلو. روعة. روعة يا صبري. ما شاء الله عليك. أنا إن شاء الله بإذن الله تعالى مش هنخلي ولا حاجة تنقصك. كل شيء متوفر بإذن الله. نطلب الغداء ولا بلاش منه؟ براحتك. الغداء جبنا بفضلك ها؟ هاي. معك فلوس؟ ها؟ بصر عليك. لكن نقول لك حاجة. هنا. كل شيء موجود. طبعا. يمك. طبعا ما شاء الله. جيبي وجيبك واحد يا صبري. لا لا واحد واحد فعلا. ان شاء الله. صوت شوات. قول لي شو صار في موضوع خالك؟ اما موضوع فيه لو وش عشان مواضيع قلبه. من سيربح المليون؟ الموضوع هذاك الراجل في خالي يفتح الصفحه الاولى من الموضوع. ما فهمتكش. قصدي ما يقدرش مبين له نيتي لما نعرف نيتي اول لول. ما احساسك انت شنو يقول؟ كما فتحنيش غضوه في الموضوع بعد غضوه هذه في الشغل. ان شاء الله. أول يوم مش على بعضك. شوفي عندي إحساسك مش مظبوط. خير إن شاء الله. حاسة إن الرجال بيلعبوا بينا وبيطلعونا يدينا على روسنا. عرفتي؟ إيه هذا هو الباين أصلا. هذا الباين. أنا على قد ما حضرت من ندوات ولقاءات وبصر شني عمرهم ما جبتوا سيرتنا، عمرهم ما تكلموا علينا، كلامهم كل موجه للرجاله واحنا تهميش عيني عينك. يبوا يهمشونا باي طريقه. علاش باقي الوا مش احنا نص المجتمع؟ مش احنا الام؟ مش احنا الاخر؟ مش احنا الزوجه؟ علاش نبي نعرف علاش يبوا يسحبوا البساط من تحت رجلينا؟ علاش يبوا يسحبوه ويخلونا نعفسوا على الزلاز؟ يعني تعرفي كيف نتفرج هيك ونشبع حاجات معوجة نحس في الدخان قريب يطلع من وداني؟ لا يا حول، ردي بالك، راه الجلطات والأمراض على السبلة، لا عاد نتفرج عليهم ولا عاد ندوروها. أيوة ويدوروا فيها في السماء يلقوها في الوطا. يا مهبولة هم هذا الشيء اللي يبوه، وأني على حقي لا ما نسكتش، حقي لازم ناخده، فهمتوني ولا لا؟ ايوه هكيني ما نعرفش الا هكي. شو الحسك قلتي بديري؟ نبو نديرو حزب. نديرو؟ نعم. احنا نسوين لازم يكون عندنا حزب. تعرفي ان فكرة ديران الحزب مش سهلة، ليها شروط. لا شروط ولا دوا فارغة، هي كلها على 200 توقيع واسم وشعار وحفلة تندار في اي فندق ويبدأ رسمي وانتهى الموضوع. والمقر؟ المقر احنا فيه. يخي بالعكس، الحزب يدعم الشباب والمرأة أكثر من دعم الشركة. بهي ومش يبي تموينه. إيه
هلبة نصرفه زي ما نبو. شكلها فكرة الحزب سيطرت على دماغك هلبة. سيطرت حتى النوم ما عاد نرقد فيه. تي محلاها محلاها لما تكون المرأة رئيسة حزب. يا عيني إذا الله دك الصحفيين يتجاروا عليها. لو سمحتي كلمة على رحمة والديك، لو سمحتي تعليق. وأحلى من هذا كله كله، ما فيش حاجة تصير في البلاد إلا لما تكون المرأة عندها بها علم بكل شيء، صح ولا لا؟ تيجي نلعب إحنا. صح. لكن ما قلتي ليش بتسمي حزب الحنان الديمقراطي؟ حلوة قليل ولا؟ يا ودي أنا راني ما نفهمش في السياسة نهائي. أي أنا متخرجة وعندي الدكتوراه، والله اللي قبلي متخرجين من جامعة باليرمو. ما كنا سواسوا يا بنتي، من اللي يفهم فيها السياسة هي؟ إيه باهي. وما تنسيش إن الحزب يبي شعار يندار في العلم وينطبع على أوراقه الرسمية. باهي، وهذا من بيديره؟ هذا يدير فيه مصممين ورسامين مبدعين. فكرت توا حاجة، تتفكري في الانتخابات اللي فاتت اللي هادو كانوا دايرين الطبلات الكبيرة اللي معلقة والحالة والدنيا، وهنا داروا مسابقة اللي يرسم شعار حزبه بيعطوه جائزة 10,000 دينار. شفتيها ولا لا؟ انت كيف ما شفتهاش؟ انت هو قولي مين اللي ما شافهاش وهي قريب في كل زنقة وكل دار. خلاص يا ماما، حني نديروا زيها وأحسن منها يخي، وأكبر من طبلاتهم هما، ونكتبوا بدل 10 20. 20؟ ايه 20. مش تحسيها هلبة 20 على خاطر رسمة؟ انت شن تحسبيها ال20 هادي على خاطر رسمة؟ على خاطر شني ما؟ لا هادي دعاية. ال10,000 هادو 5 دقايق في التلفزيون ويا الله. لكن اللوحات هادي المعلقة اللي يشبهها الماشي والجاي، هذه هي اللي تتخزن عند الناس وتخش هنا في الدماغ ويحفظها وتتخزن عنده. وتقولي لي هلبة ورحمة أمي، ما دامك يا حوا بهالدماغ، تي أنت مش تقودي حزب بس، تقودي بلاد كاملة شاملة. بإذن الله لازم يكون للمرأة حزب. وفيه القلوب الخيرة لفي الدار.